تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عم تنتلاقى مع صاحبي أو قريبي أو أي حد نعرفه، شو بنقول لأول حاجة؟ السلام عليكم. عم تاني بنقول السلام عليكم، هو بيرد علي يعني رد التحية، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال: ما هي تحية الإسلام؟ الجواب بتاعها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال: ما هي تحية الإسلام؟ جواب بتاع السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية الإسلام، ما هي تحية الإسلام؟ اللي هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم تنتلاقوا مع أصحابنا وزملائنا في المدرسة، أو نمشوا عند العيلة، حس جدي، عند خالتي، وما نمشوا في أي مكان، أول ما نخشوا لأي مكان أو نمشوا للمحل بنشروا حاجة، أول ما نخشوا بنقولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو هذا مسلم على صاحبه قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحمد كيف حالك. من الآداب اللي احنا لازم نديروها إن أمتى نمشوا لأي مكان لازم نلقوا تحية الإسلام. أمتى حد يقول لي السلام عليكم كيف برد عليه التحية؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأمتى أنا بنخش على حد بنقول لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا لليوم كان عليه تحية الإسلام، تحية الإسلام.